اهلين سهلين شوكت بيت. تفضل ابو منال. الحقيقه انا بدي احكي بلسان ابن عمكم ابو طمزي. تفضل. يعني ابو طمزي وافق ينسحب اذا بتدفعوا له 500,000. انا ادفع مشان ينسحب؟ ايش هو الحكي؟ اذا بده مساعده بحملته الانتخابيه انا بساعده. انا ما بدي اياه ينسحب ابنه. بس انا بعرف شوكت بيت انه انتم دفعتوا له. دفعت له لانه قرايبي، كنت حابب ساعده مو مشان ينسحب. عاول. طيب هلا انا شو اروح له يعني؟ قل له ابن عمك بتمنى لك النجاح. ايه على راسي. شوكت بيك انا في موضوع تاني اذا بيسمح حمركم بدي احكي معكم فيه. تفضل. انا قررت انه صف الى جانبكم بالانتخابات. إيه هذا شيء بسرنا. إيه الله يمد بعمرك. وهني كانوا دافعيننا مبلغ من المال اذا ما نغير راينا نحن. لا شو هالحكي؟ انا ما بقبل بهالحكي بنوب. يلي بده يصوت لي مفروض يصوت عن قناعة مو مشان المصاري. يعني ما راح يطلع لنا شيء ابنه؟ ولك شو انا عم بشتري الاصوات مشترى. طيب وانا بايش بقدر ساعد؟ يسلموا ايديك، مشاركتك بالانتخابات اكبر مساعدة. يا لطيف، شو هالانتخابات؟ شايف لا طلعنا من المولد بلا حمص ولا طرطوشي؟ يفتح حريمه شو لهيب. الانتخابات العمل كل سدوني حتى شفيني كان واقف معي مفاضيني. لك انا لو نعبرت على قلبي واخذت ال 500,000 ما كان اربح لي. بوران مفكر الشغله دايمتله، فكر حالها هي وعفيف وبديع حيضلوا ساكنين بالمالكين ويسمموا بالمرتيا. بكره بس ينجح بده يسكر مثل الكلاب. ولك شفيق الحارة. أنا مستعد أطلع لك على الضيعة وجيب لك باصين ثلاثة متروسين ترسيم تخبوك.